حالة الهستيريا والجنون تجتاح هذه الأيام أركان عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، التي تسعى وبكل ما أوتيت من قوة ودعم خارجي إلى سحق الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات. أساليب القمع والتضييق على الحريات وملء السجون بالناشطين وإسقاط الجنسية والاستعانة بالجيوش الأجنبية لم تفلح في وأد الثورة التي ما زالت تقض مضاجع آل خليفة، حتى أصيبوا بجنون انعكس على إجراءاتهم التي اتخذوها مؤخرا، سواء عبر إعدام الناشطين أو تصفيتهم أو عبر أحكام الإعدام التي باتت السلطات تصدرها بالجملة بحق المعارضين. وفي هذا السياق تأتي الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم آل خليفة القرقوشية والقاضية بإعدام ناشطين وسجن آخرين، إذ أصدرت تلك المحاكم حكما بإعدام محمد رضي عبد الله ومحمد إبراهيم طوق، وهو أحد السجناء المحررين من سجن جو مطلع هذا العام، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن المؤبد بحق ناشطين آخرين، فيما كان نصيب الشيخ حسن عيسى السجن لمدة 10 سنوات مع إسقاط جنسيته. أصبح هناك تحول خطير جدا في ممارسات السلطة، وبالتالي انعكس هذا على الشارع وعلى غضب الجماهير. تيار الوفاء الإسلامي المعارض أكد على أن هذا التصعيد الخليفي الجديد يأتي بعد اجتماع جمع الحاكم الخليفي حمد عيسى مع عمه خليفة رئيس الحكومة وولي عهده سلمان. وأوضح بيان للتيار أن الاجتماع المذكور أفضى إلى الاتفاق على توسيع القمع والقتل ضد المواطنين وتوجيه القضاء بإصدار أحكام الإعدام. ونعتقد أن هذا الاجتماع قد أسس لمرحلة دموية قادمة، وأن أحكام الإعدام ستكثر في المرحلة القادمة. تصعيد لا يكتب له النجاح بحسب مراقبين في كسر إرادة الشعب البحراني، بل سيزيده عزيمة وإصرارا على إسقاط رموز العائلة الخليفية التي فقدت شرعيتها بعد أن لطخت أيديها بدماء البحرانيين، ولم يعد هناك أمام الشعب من خيار لتحقيق أهدافه سوى خيار مقاومة الطغيان الخليفي.